شلونك؟ نور أنا فرح، سمعيني عدل، حمود ساجني بالفندق من أول ما وصلت وما يبيني أطلع ولا أكلم أحد ولا أسوي أي شيء، طلع كذاب وحرامي وبايق أبوي بينتقم منه. أنا كلي عارفة إن أنا بخطر وما أدري شنو بيسوي فيني ولا أنا قادرة أنحاش. تكفون تصرفوا وسووا أي شيء وأنا بعدين راح أكلمك.